ذات يوم زار الشاعر الشيرازي محبوبا له، فطرق عليه الباب فرد عليه برد جميل صاغها في أبيات من الشعر يقول: قال لي المحبوب لما زرته: من بالباب؟ قلت: بالباب أنا. قال لي: أخطأت تعريف الهوى حين فرقت فيه بيننا. كان عايز يقول له احنا الاثنين واحد. قال: أخطأت تعريف الهوى حين فرقت فيه بيننا. وبعد عام زرته ثم طرقت عليه الباب موهنا. قال لي: من بالباب؟ قلت: افتح فما إلا أن إلا أنت بالباب ها هنا. قال لي: أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب فادخل يا أنا. الحب هو العاطفة التي يجب أن تسود بين جموع المسلمين، كبيرهم وصغيرهم، عامتهم وخاصتهم، الحب في الله. هذه العاطفة هي الأصيل في الديانة. ما عليك أن تترك هذا وتعفو عن هذا وتسامح هذا وتصفح عن هذا. كان الحسن بن علي بن أبي طالب يقول: والله لو أذني أحد في أذني هذه ثم اعتذر إلي في أذني الأخرى لقبلت عذره. لأن رسول الله كان أسرع الناس رضا، ما تصلى عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الإمام أحمد في مرض موته قالوا له، قال لإخوانه: لقد صفحت عن كل من آذاني. قالوا: حتى عن أبي إسحاق الخليفة الذي أذاك؟ قال: وعن أبي إسحاق، فإني سمعت ربي يقول: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وما يضرني لما يعذب أخي بي. وصفح عنه. ولما قيل له: أنكتب حديث محمد بن منصور الطوسي؟ وكان يقع في الإمام أحمد: أنكتب حديثه؟ قال: اكتبوا عنه. فقالوا: يا أبا عبد الله، إنه يقع فيك. قال: رجل صالح ابتلي بنا فما نفعل. هكذا تكون الديانة، هكذا يكون العلم، هكذا هو الخلق. شيخ الإسلام ابن تيمية لما كان جالسا في مجلسه يوما وجاءه أحد طلبته يحفزه النفس، فقال: ما بك؟ قال: أبشرك بموت فلان ابن فلان، وكان أكبر أعدائه وخصومه. فغضب جدا، غضب واحمر وجهه وانتهره وزجره، وقام هو ورفقته سراعا وذهبوا إلى زوجته، زوجة هذا الرجل الذي مات، وذهبوا لزوجته وبناته وعزوهم، وقال لهم شيخ الإسلام: أنا هنا مكانه، أنا لكم مكانه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف، إذا انقيد انقاد، وإذا أنيخ على صخرة استناخ. ويقول النبي أيضا صلى عليه صلى الله عليه وسلم: قيل: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ فقال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ فقال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد ولا غل. إن في أحلك المواقف بيروض قلبه وبيهذب مشاعره ناحية إخوانه، لله يفعل ما يشاء، فقلبه ملك لربه يوجهه أينما يشاء. في أحلك المواقف في موقعة الجمل، عندما التقى الفريقان، فريق سيدنا علي بن أبي طالب وفريق السيدة عائشة سيدنا طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، ويصطدم الجيشين يصطدموا ويموت
كتير من قتل المسلمين. وبعد ما المعركة تنتهي يمر سيدنا علي بن أبي طالب على الجثث فيجد جثة سيدنا طلحة بن عبيد الله مرضخة في الدماء ملقاة على الأرض، فيبكي ويقف يقول: عزيز علي يا أبا محمد، عزيز علي والله أن أراك مجندلا في دمائك هكذا. ويأخذ بيد ابنه ويقول له: يا بني، أرجو أن أكون أنا وأبيك ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. هكذا تكون الديانة. وهم يتقاتلون يقول: هو أخي، هو أخي. كان الأعور، كان إبراهيم النخعي أعورا، وكان تلميذه سليمان بن مهران الأعمش أعشى أعمش. فذات يوم اتفق أن يذهب إلى المسجد، فقال إبراهيم النخعي لتلميذه: والله يا بني ما أرى إلا أنك تذهب من طريق وأنا أذهب من طريق، كي لا نمر على بعض السفهاء من المسلمين فيقولون أعور وأعمى فيغتموننا فيأثمون. فأجابه قال: يا سيدي، وما عليك أن نذهب في طريقنا سويا ويغتموننا فيأثمون ونؤجر. فقال: يا بني، ولم لا نسلم ويسلمون؟ يعني إيه المانع إن إحنا نسلم وهم يسلموا؟ كان سليمان الفارسي، كان سيدنا سلمان الفارسي يقول لابنه: يا بني، من عمل بالسوء فبنفسه بدأ. النبي عليه الصلاة والسلام قال كده، قال: اسمح يسمح لك، ومن تجاوز تجاوز الله عنه. ابن الجوزي بيقول كلمة جميلة قوي 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 قوي، بس صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول: ولا يزال التغافل عن الزلات أرقى شيم الكرام، فإن الناس مجبولون على الخطأ والزلل، فإن اهتم المرء لكل زلة وخطية تعب وأتعب، فتغافل فإن التغافل يطفئ شرا كبيرا. لما أخطأت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الله عز وجل، أخبره الله عز وجل بفعلة أم المؤمنين من السماء، قال الله عز وجل: عرف بعضه وإيه؟ وأعرض عن بعض، تغافل عن بعض عليه الصلاة والسلام. وهذه هي الحكمة، هذه هي الحكمة لإبقاء المودة بينك وبين الناس. يجب أن تتغافل. الإمام أحمد كان يقول: تسعة أعشار الخلق في التغافل، وليس الغبي بسيد أهله ولكن سيد أهله المتغابي. كان أحد الشعراء بيقول بيتين جمال قوي، يقول إيه؟ يقول: من كان يرجو أن يسود عشيرة فعليه بالتقوى ولين الجانب، ويغض الطرف عن إساءة من أساء، ويحلم عند جهل الصاحب. الشخص اللي أنت تبقى زعلان منه ده ويجي لك تاني، ده استمسك به. هذه صفة أوجبت لامرأة أن تدخل الجنة. اسمع النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الودود، الولود، العؤود. الودود، الولود، الإيه؟ العؤود، التي إذا أغضبت زوجها جاءت فوضعت يدها في يده فلا تذر يد زوجها، ثم تقول له: لا أذوق غمضا قط حتى ترضى. دخلت الجنة بسبب معاملة. ممكن تكون هي زعلانة منه، ممكن تكون هي متضايقة منه، ولها حق. ولكن هي هنا لما بتفعل هذه الخطوة بتفعلها لمين؟ بتفعلها لله ديانة. قتيبة بن مسلم الأمير، قتيبة بن مسلم الباهلي، دخل عليه أحد الأعراب يوما
دخل عليه يوما فكلمه في حاجة ووضع نصل سيفه على قدمه وهو لا يشعر. يعني الأعرابي هو بكلمه حط السيف كده فوقعت على أصبعه وهو لا يشعر وجعل يكلمه، والنصل يدمي أصبعه والرجل لا يشعر وقتيبة لا يظهر له شيئا. وجلساء الأمير لا يتكلمون هيبة له. ثم انصرف الرجل وأخذ حاجته، ولما انصرف دعا قتيبة بمنديل فمسح الدم. فقال له جلساءه: أيها الأمير، ما منعك أن تؤخره أو تقول له يرفع سيفه كي لا تدمو إصبعك؟ قال: والله خفت أن أقطع علي حاجته. خلق إيثكس، هو ده الخلق في المسلمين، خلق. لما جاءت امرأة ودخلت على حاتم الأصم، الإمام العلم دخلت على حاتم الأصم تسأله سؤالا فأحدثت صوتا ما فخجلت، ففطن لها حاتم ثم تظاهر بالصمم وقال لها: ارفعي صوتك يا أختاه فإني لا أسمعك. ففرحت وسرت وأكملت حديثها، فسمي بذلك حاتم الأصم. ديانة، ديانة، هذا هو أصل الديانة. لما أكثرت امرأة طلحة ابن عبد الرحمن بن عوف عليه وقالت له: والله ما رأيت قوما ألأم من إخوانك، ما رأيت قوما ألأم من إخوانك، وكان هو أجود قريش في زمانه. فقال لها: لما؟ قالت: والله أراهم إذا أيسرت لزموك، وإذا أعسرت انفضوا عنك وتركوك. شوف رد علاء الله إيه بقى. قال: والله هذا من كرم أخلاقهم، يأتوننا في حال قدرتنا على إكرامهم ويتركوننا في حال عجزنا عن القيام بحقهم. يأتوننا في حال قدرتنا على إكرامهم ويتركوننا في حال عجزنا عن القيام بحقهم. وما أجمل ما قاله أبو تراب علي بن أبي طالب حين قال: تكتب بماء العيون هذه الكلمة. كان يقول: من علم من أخيه مروءة جميلة فلا يسمعن فيه مقالات الرجال، فمن حسنت عندنا علانيته فنحن لسريرته أرجى. فنحن لسريرته أرجى، هي كده، هو ده الأصل. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فيما مضى كان شاب من الثراء بمكان، وكان أبوه من أغنياء المدينة، وكان تاجرا كبيرا يتاجر في الياقوت والمرجان والجواهر والدرر. وكان هذا الشاب له أصدقاء يغدق عليهم ويكرمهم ويتحفهم ويعطيهم من الأعطيات. وذات صباح مات أبوه وتدهورت حالتهم، وافتقروا فقرا شديدا، فقرا ألجأهم إلى العوز. فتذكر هذا الشاب أصدقاؤه الذين طالما أغدق عليهم وأتحفهم، فذهب إلى أحد أصدقائه وكان أقربهم منهم، وكان ذا غنى، وكان لديه قصر منيف كبير. فذهب إلى قصره وأخبر خدمه بموقعه منه وأنه يريد أن يقابله. فلما ذهبوا إليه
وأخبره صديقه أنه يريد أن يراه، رفع الستر، فلما رآه في حالة رثة وعلى هيئة سيئة قال لهم: أخبروه أنني لا أود أن أراه. فلما أخبروه صدم وخرج يهيم على وجهه لا يدري ماذا يفعل وماذا يعمل. صدم وتذكر كل اللحظات التي جمعت بينه وبين خليله هذا، وكل المال الذي أنفقه عليه، وكل 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 وكل، ولا يدري ماذا يفعل. ثم سار في طريقه، وهو في طريقه قابله ثلاثة رجال يبحثون عن شيء، فقالوا له: إنا نبحث عن مدينة كذا. قال: أنا سائر إليها. فسألوه عن أبيه، قال: هو أبي. قالوا: إنه قد استودعنا صندوقا من الجواهر، فأنت أحق به الآن. ثم دفعوه إليه، فلم يدري ماذا يفعل، وظل ينظر إلى السماء كأنه يشكر الله. فلما اقترب من مدينته وجد امرأة كبيرة مسنة تظهر عليها آثار الثراء، فقالت: يا بني، إني أبحث عن حانوت من حوانيت الياقوت والمرجان، لأن عرس ابنتي قد اقترب. فأعطى إليه مرجانه. قالت: كم معك من هذا؟ قال: كثير. قالت: أشتريه كله. وعاد إلى بيته محملا بصناديق من المال، ودارت الحياة دورتها، وعادت الأمور مرة أخرى. ثم تذكر من صديقه، فأرسل له رسالة يبكته فيها، أرسل له رسالة ببيتين من الشعر، فقال: صحبت قوما لئاما لا وفاء لهم، يدعون بين الورى بالمكر والحيل، كانوا يجلونني منذ أن كنت رب غنى، حين أفلست عدوني من الجهل. فلما قرأ صديق هذه الرسالة قلبها وكتب عليها: أما الثلاثة الذين وافوك من قبلي ولم تكن إلا واحدة من الحيل، وأما من ابتاعت المرجان والدتي، وأنت أخي بل منتهى أملي، وما طردناك من خوف ومن قلل، ولكن خشينا عليك وقفة الخجل. هؤلاء هم المسلمون، هذه هي الديانة. الله عز وجل يقول: اجتنبوا كثير من الظن إن بعض الظن إثم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجتنبوا الظن فإن الظن أكذب الحديث. لما قيل لأبي حنيفة: يا إمام، أيهما أفضل، علقمة أم الأسود؟ قال: يا بني، لست أهلا لأن أذكرهم، أفأفاضل بينهم؟ مالكش دعوة بحد، سيب الناس، اعفو عنهم. حسن البصري كان بيقول: والله لقد أدركت أقواما كانت الدنيا أهون عليهم من التراب الذين يمشون عليه، ولا يبالون أأصبحت الشمس أم غربت. تسامح ولا تستوفي حقك كله، وأبقي فلم يستوفي قط كريم، ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد، فكلا طرفي قصد الأمور زميم. أسأل الله عز وجل أن يردنا وإياكم إلى دينه مردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.